عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ايا دولة قطر وحو كيدي اني ودو قرشة اي وقيب قادن ايسو دورشة دا سوماليا اي لابدا كون يلا باتنكا ايو لابدا كون كو يلا باتنكا هجامية حزب جودة جير عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وقرال صور دقي برتيسا فيسبوك يا وحى وشجي إن دولة قدر أي بد شيء ندم وشجي إن دولة شيء إن كذا عدل كأي هراء يجوب بحين جرتي لعجو أي كتا غير يسو ما دحدا في الصومالية بل سيم إن كأي وضع قرش عصوب أي كدون يسو دولة شدة صوص عطاء دولة الصومالية كذا عدون تلا بد كوني يلا باتنك يلا بد كون كوي يلا باتنك دين عكلا وحى عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وشجي إن جيران بلن قاديو لا شجي ما ملك بلدي دا تغير يا قرشان أو دقالة كيري دونا دولة daqadar walaas ay maamulki ka soo horjeesta ay dagaal toos ah la galeeyso dawladda qadar ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiinta damaca uga jira doorashada soo socota ee dalka Soomaaliya ka dhici doonta inay qorshahan dawladda qadar ay wado ay meel uga soo wada horjeestaan qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ee magaalada Muqdisho ay kulan kula yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda qadar